مشاهدينا الكرام اهلا بكم. اذا الوضعيه الجويه تبقى مستقره، اجواء مشمسه عموما مرتقبه على اغلب ارجاء البلاد مع قيم حراريه تبقى دائما ضمن معدلاتها الفصليه، ان تقارب 16 بالعاصمه وضواحيها 18 بوهران تلمسان وعين تيموشن 14 بمعسكر غيرزان وشرف 9 درجه بالصيف بالمديه بالجلفه بالبيض النعامه وسيدي المسجل على الجهه الشرقيه 11 بقسنطينه 14 بعنابه 16 ببسكره 18 بورقله نفس المقياس باتجاه غردايه زلفنا وبريان تنخفض بدرجه على بشار ترتفع بدرجة أخرى على ابن عباس وتبلبلة 21 مرتقبة بتندوف خارج فيلات وحسي منير نسجل على مدن الصحراء الوسطى زواب عرملية قوية لتتراوح القيم الحرارية على أدرار أولف عين صالح ورقان من 22 إلى 23 درجة 20 بإليزي من 22 بمرتفعات لوغارو تصلين إلى 26 حتى 27 كأعلى مقياس ببرج بج مختار وعين قزام. حالة البحرية الأخرى تبقى بدون تغيير، بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي وفق رياح من شمالية غربية على السواحل الشرقية تتحول من شرقية إلى شمالية شرقية إلى السواحل الوسطى والغربية وتتراوح سرعتها من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة والرؤية تبقى دائما متوسطة. الختام كالعادة بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها وتبقى دائما العناوين الإلكترونية في الخدمة لأكثر تفاصيل. متابعة طيبة مع بقية برنامج الشروق.